السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة. قناتكم صن السيد فاشن وانس أحمد شمس الدين، وحييكم إخواتي وأخواتي أبنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلب من حضراتكم فضلا لا أمرا، على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله تستفيدوا منه. احنا لسه عاملين فيديو عن كارديجن وتحته بيزك، كانوا بيتاثروا الاثنين طول واحد، تمام. دوت بيزك تاني، بس ايه المشكله بتاعته؟ احنا لسه عاملينه. اقول لك لا، لدوت ايه، احنا مش هنعيد فيديو وخلاص، احنا بنعمل حاجه لايه، للاستفاده. البيزك اللي قدامي دوت حردة الرقبة بتاعته، ماشي، الحوض ده ساقط لتحت قوي، فهي عايزة ترفعه لفوق، عايزة ترفعه لفوق. هو طويل؟ هو طويل، تمام تمام. طب هنعمل ايه؟ بص يا سيدي، احنا محددين القيمة اللي هي ايه عند الدبوس دي كده، هو ده القيمة اللي احنا هنرفعها، هي دي القيمة اللي احنا هنرفعها، تمام تمام. طب هنعمل ايه؟ هقول لك، اروح جاي عامل كده اهو على الدبوس اهو كده بالظبط، واروح سايب قيمه الخياطه اول حاجه اهي، هروح عاملينها كده، تمام تمام ماشي. دي القيمه اللي احنا قصيناها. الناحيه الثانيه اهي، اروح جاي ماشي حاطط الاثنين فوق بعض بنفس الشكل ده كده، عشان ممكن يكون ايه، اصل الخامه دي خامه ايه، فانيلا ماشي، او خامه ليكرا، ممكن تكون اتغسلت مره واثنين فمطت واحده عن واحده، فانا هاجي اروح حاطط دي كده اهي قدام حضراتكم، ادي الباط على الباط بالظبط اهو ماشي، وخلاص كده الدبوس اللي هنا ملوش لازمه، انا بس كنت بحدد القيمه بتاعتي كده اهي. بص يا سيدي، واروح جاي قاصص نفس الايه، القيمه اللي هناك. طب انت ما خدتش ليه القيمه دي كده بالظبط؟ ما انا قلت لك اخاف ان يكون في ناحيه ايه، مقطع الناحيه، تمام كده. كده خلاص بقى حردتين الباط قد بعض، والطولين من هنا قد بعض. تعالى بقى هتعمل ايه هنا؟ هقول لك هعمل هنا ايه؟ هنا خلاص الحرده بتاعت الرقبه هنا ما اصبحت ملهاش ايه؟ ما تنفعش. طب هتعمل ايه؟ هقول لك، اروح جاي عامل كده، عامل لها حرده رقبه جديده، وسايب قيمه تتني مكان السجاف ده، او اعمل سجاف، او اعمل ايه، سجاف. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ قلت لك ايه، هعمل ايه، هسيب قيمه تتني مكان ايه، مكان السجاف اهو. ما تخافش مش هسيبك، انا هوريها لك انا هعملها ازاي. يبقى انا دلوقتي قصرت اهو من فوق ماشي، حردت حردة الرقبة، عشان حردة الرقبة ايه، اختلفت اهي، دي القديمة ماشي، في سجاف هنا اهو. قلت لك ايه، هاجي اروح تاني ده كده وعامله هو السجاف بالنسبة لي. طب نشوف الكلام ده مع بعض ماشي، بس ايه، قبل ما نشوف الكلام ده نشوف احنا هنقصر من تحت. هقصر من تحت اهو، نفس ايه، نفس تأثير البيزك اللي هناك كده اهو. يعني ده على فكره صاحبته مقصراه ودافعه فيه فلوس، ومع ذلك ايه، مش مظبوط، لان شوف بص الثانيه اهي، شوف عامله ازاي، ليه؟ لانه راح شغال بمازوره على طول، ما خدش على صاحبه الكلام ده، شايف الفرق اهو، اهي تمام. والمفروض ان انا هفك الثانيه ديت واظبط، انا بس بوريك ان في فرق ما بين ان انت تشتغل بالمازوره في الثانيه بالذات، وان انت تاخد الطول اوريدي على صاحب الحاجه ماشي اهو كده، شايف اهو من ورا انا واخد الطول ايه، دائري اهو الريجه، واروح موصل ما بين الثلاث نقط ماشي اهي، ادي نقطه، ادي اتنين، ادي ثلاثه، وصل بالريجه اهو. بص بقى، دي القيمة اللي أنا إيه سايبها للتانية، شوف أهي،
شايف الثانيه بقى مش مظبوطه خالص. شايف الثانيه عامله ازاي؟ هنا دي متنيه ودي مش متنيه. احنا هنفك الكلام ده ونظبط الثانيه. انا بس بايه بوريك اللي انا ايه هعمله. وطبعا انا مش هتني لك الثانيه دي، ما الثانيه لسه احنا اصلا في فيديو لسه عاملينه وعارضينه على القناه قبل ده على طول، المباشر قبل ده على طول. كده انا ظبطت لك الثانيه اهو. احنا اللي هنقعد نشوف ايه هنعمل ازاي ان احنا رفعنا حرجة الرقبة من فوق بنفس الشكل ده. نقعد على المكنة ونشوف احنا نشتغلها ازاي. نشوف بقى مع بعض احنا هنعمل ايه. بص يا سيدي، نروح قلبين البيزك دوت اهو على ظهره كده. واول حاجة نروح جايين ظابطين الكتف على الكتف ومن بره بره اهو، يعني من ناحية دي ناحية حرجة الكم. واسيب الزياده فين؟ في حرجة الرقبة اهي. بص حضراتكم اهي. اعيد عليها مرة واتنين. ليه؟ عشان دي خملت فيبقى ايه؟ الخياطة ماسكة نفسها فيها. كده اهي، ده جنب اتعمل وادي يعني ده باط اتعمل وادي الباط التاني. الباط يعني دي حاله الباط ايه التانيه اهي. سايب الزياده فين؟ ناحيه الكتف، ناحيه الناحيه الداخليه، ناحيه حرده الايه؟ الرقبه. بص حضراتكم اهي. اوعى دي تيجي واحده اطول من واحده. لا، لازم الاثنين لما اروح عامل كده يبقوا مظبوطين اهم مع بعض. شايفهم ازاي اهو؟ وزي ما بقول لك انا بروح مدي خياطه تاني عشان تمسك الايه الحاجه بتاعتها. باجي اروح عامل الحته دي اوفر ماشي عشان نقفل حرجة الرقبه من فوق ونشوف احنا هنقفلها مع بعض ازاي. بعد ما عملت الكتف اهو قدامكم اوفر ماشي، باجي اروح مدي عرض هنا وبره، خلي الخياطه دي كده ها راحه ناحيه ورا، خياطه بصه ناحيه ورا، وبدي عرض هنا هو على الكتف شيء من المتانه والشكل بره. بص يا سيدي ادي العرض اللي انا عملته، مفيش بقى ايه اثر فتله، مفيش اثر اوفر او اي حاجه. ده كتف اتعمل، وادي الكتف الثاني برده نفس العرض. زي ما بقول لك الخياطه بصه ناحيه ايه؟ بصه ناحيه ورا اهي. ادي العرض اهو عشان يمسك الكتف اكتر. اي حد تاني لو عامله كده وخلاص وسايبه، لكن احنا بن ايه المهم ان انت تراعي ربنا سبحانه وتعالى في الشغل. بص بقى يا سيدي، انا كده لما اجي اروح عامل لك كده اهو بالظبط كده، انا قفلت ايه الكتاف اهي مع بعضيها وقفلت الكتف التاني مع بعض. تعالى بقى نشوف حردة الرقبة اللي احنا كنا قصيناها. بص يا سيدي، انا عاملين كده ماشي ومنظفين بيها الجزء ده كده. بص يا سيدي اهي، ما نخلاش تمط معاك. يبقى انا وريتك في الفيديو دوت ازاي تأثر حردة الرقبة، ومن ثم ان انت برضه تعتبر ايه اثرت البيزك ده من فوق. اي نعم لسه في زياده في الطول اللي احنا حددناه، كده اهي. شايف هنا من ورا عامله ازاي؟ اهي كده، ولا كانها اتعمل فيها حاجه، بنظافه اهي بشكل شيك. يعني انا لو قلبتها لك اهي بص يا سيدي، ده كده من ورا اهو ماشي، وادي كده من قدام قصرنا البيزك نفسه من حرجة الرقبة ورفعنا حرجة الرقبة دي ايه لفوق كده خلاص من فوق. بعد كده هاجي اروح جاي ايه بعد تحت، اروح جاي ايه تاني تانية في تانية زي ما ايه ما عملنا في البيزك التاني بالظبط اهو، بنفس الحكاية، وان انا بدخل الشكل دائري للمكنة اهو.
كده انا بس على اساس ايه يبقى وريتك برضو البيزك ده من اوله لاخره ايه اللي اتعمل فيه تاثير الكتف من فوق وتاثير الديل من تحت اهو. ووريتك ان هي مقصراه ودفع عليه فلوس والتاثير جاي ايه غلط، يعني مقصر لها من قدام بنفس مستوى الجناب بنفس ده بنفس ده. ليه؟ لانه اشتغل بالمازورة على طول، والحاجات دي تاني وتالت ورابع. اسمع الكلام اللي انا بقوله لك، لازم تاخدها بالفعل على ايه؟ على العميل نفسه. لازم تاخدها بالفعل بعد ايه العميل يلبسها وتظبط الطول عليه مباشرة. ما ينفعش فيها المزورة؟ لا ما ينفعش فيها المزورة يا سيدي، وانا اللي بقول لك. كده بفضل الله البيزك دوت يعتبر ايه خلص. تأثير حبل رقبة، تأثير من فوق وتأثير من تحت كمان، تمام؟ كل ديت حاجات ممكن حضرتك وحضرتك بتجعلها بتجعلها ايه؟ حاجة أساسية، أنت بتبقى مهنة أساسية أنت بتقدر ايه تمتهنها وتتكسب منها سواء حضرتك أو حضرتك بنفس الشكل اللي أنتوا شايفينه. ما تنسناش من صالح الدعاء الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بطلوب من حضراتكم، الدال على الخير كفاعله، الأصل الأصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.